المسلمين على هذه الأرض الطيبة، أرض الكويت، كويت العز، كويت الفخر، كويت الإنسانية. طبعا نذكر أن فعلا هي يعني أيام جميلة نقضيها، يعني إحنا ما نحتفل بس في يومين صراحة، إحنا نحتفلها من بداية فبراير ما شاء الله. كل يوم يصبح علينا لما نشوف يعني الوزارات والمؤسسات والبيوت وكل الأماكن متزينة بأعلام الكويت، من إضاءات، من أعلام، من 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 زخرفة، من 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 تزيين، كل هذا، حتى الشوارع ما شاء الله لما نشوف هذا الشيء نفرح فعلا، نستانس فعلا. هي أجواء وناسة، هي أجواء فرح، هي أجواء جميلة، هي أجواء نقضيها في هذه المناسبة. نذكر أن الفرح موجود، الوناسة موجودة، ولكن السنة إن شاء الله هذا الفرح والوناسة يعني ضمن الاشتراطات الصحية، نرجوكم أن ما يكون في يعني أعداد كبيرة من هذه التجمعات، فرحة لمدة ساعات بسيطة ما نبيها تكون صعبة وتكون أكبر من أن إحنا يعني نفرح ساعات معينة. Ganda na dyan, Luteo. I love Masaya. O, diba?